صراحة مش شايف حد جدير بالمسؤولية غير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، زائد ان في انجازات وفي حاجات بتتعمل بالنسبة لشبكة طرق صحيا، مبادرة 100 مليون صحة، حياة كريمة. لا في بصراحة انجازات بتتعمل فارقة شوية. اه في ناس ممكن ما تكونش واصل لها الاحساس دوت او الحتة بتاعت ان لا في حاجات بتتعمل بجد. فمفيش حد جدير بالمسؤولية غير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.